أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وصلنا للفعاليات التضامنية ورح نبلش باعتصام حاشد بالقرب من سفارة الاحتلال بمنطقة الرابية من أمام ساحة مسجد الكالوتي انتصارا لغزة تحت عنوان في مئوية الصمود على طريق الانتصار. رح نشوف هذا الاعتصام الحاشد بهذا الفيديو، نتابع. وتحيتنا من عمان، ومن عمان تحية ولليمان الأبية. ومشاهدينا الكرام، أيضا فعالية قادمة ستكون يوم الخميس إن شاء الله إدانة للانحياز الألماني السافر للعدوان الصهيوني وإعلانها للانضمام للدفاع عن حرب الإبادة الصهيونية في محكمة العدل الدولية. يدعوكم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة، يدعوكم طبعا إلى الاعتصام الجماهيري أمام السفارة الألمانية يوم الأربعاء 17/1، يعني بكرة إن شاء الله، يعني اليوم مشاهدينا الكرام الساعة 7:30 مساء بعد صلاة العشاء، اليوم الأربعاء الساعة 7:30 رح يكون هذا التجمع أمام السفارة الألمانية بين الدوار الرابع والخامس قرب مسجد صلاح الدين، طبعا استجابة لواجبنا الذي لا ينقطع بالدعاء والابتهال إلى الله، استجابة لنداء المثلثم الذي لطالما أعز الله به عباده. وسيكون هناك اعتكاف بنفس اليوم وطبعا وبنفس الوقت، وسيكون ذلك الاعتكاف أيضا وحول العالم بنفس الوقت ونفس اليوم، يعني هي فعالية اعتكاف عالمي، يعني هيهون تلبية لنداء الملثم. تدعوكم حملة ليالي الرباط للمشاركة في الاعتكاف العالمي بعنوان قيام النصر، هي رح تكون يوم الخميس 18/1 ممتدة إلى الفجر، نرفع فيها أكفنا وندعو ونتذلل طوال الليل بالاستضافة إلى ثلة من أهل العلم الكرام في برنامج متكامل، ونحن عم نشوف أسماء الضيوف الكرام اللي رح يكونوا موجودين: دكتور برهان نمر، الأستاذ حسام ممشي، دكتور عامر القضاء، دكتور أيمن عتوم، دكتور محمد النوباني، والدكتور أو الأستاذ زياد بحيص، كلهم لهم كلمات يعني، وكلهم سيكونوا معنا إن شاء الله بهذا الاعتكاف العالمي، وإن شاء الله يكون فعلا عالمي ويلتزم به الجميع في جميع الدول وترابط بهذا اليوم. رح يكون هون عنا في الساحة المقابلة لحزب جبهة العمل الإسلامي، حيث سيتم توفير خيمة كبيرة ومجهزة بالشكل المناسب في العبدلي خلف وزارة الصناعة والتجارة، الدعوة عائلية مشاهدينا، سيبدأ القيام الساعة 8 مساء، يعني ما إنها عائلية حلو تجيبوا العائلة كاملة، الكبار الصغار، حتى يكونوا أطفالنا مشاركين بهذا اليوم، مشاركين بقيام الليل بهذا الرباط، نحيي فيهم وفي داخلهم الوجدان الحقيقي لنصرة أهل غزة، وإن شاء الله أكيد الدعوة عامة. فعاليتنا القادمة هي فعالية بيتكم عامر، ودائما منشجع أطفالنا الحلوين ومنقولهم ابعتوا لنا رسائل تضامن ومحبة مع أطفال غزة الأبطال، شو بتحبوا تبعتوا لهم رسائل وتحكوا لهم حتى دائما ندعمهم، وأكيد إن شاء الله بكرة بالمستقبل بشوفوا هاي الرسائل لأنه رح يرجع عندهم التلفزيونات وترجع عندهم السوشيال ميديا ورح يشوفوا إنه أطفال غزة الصغار عم بيساهموا بمساعدة رفع معنويات أطفال
غزة الأبطال لحتى تبعتوا فيديوهات شاركوها على الرقم اللي ظاهر على الشاشة مشاهدينا الكرام، إما برسالة واتساب أو تيليجرام. وبتمنى أن تكون الفيديوهات بصوتها واضحة وصورتها واضحة ومصورة بشكل يعني هيك مناسب وطولي، ما تكون مصورة من فوق الطفل أو بشكل يعني غير مناسب، تكون مقابل الطفل حتى نقوم بعرضها بطريقة مناسبة. آخر فيديو رح نشوفه اليوم، وهي طبعا ردة فعل طفلة صغيرة نايمة. هي طبعا حطيناها من ضمن الفعاليات التضامنية لأنه هي فعلا طفلة متفاعلة ومتضامنة مع أهل غزة وهي نايمة. رح تشوفوا بهالفيديو فعلا كيف أنه لما أهلها شغلوا خطاب الناطق باسم القسام أبو عبيدة قامت تشجع ورجعت نامت. خلينا نتابع. يا أبناء شعبنا المرابط الأبي، يا أسطورة الجهاد ويا شوكة في حلق الأعداء، أيها المجاهدون في الجبهات وفي قبور النار، أيها عبيدة، يا عبيدة، أبو عبيدة، عبيدة، تعال روح أبو عبيدة، تعالي. وشفنا طفلة صحت من النوم على صوت أبو عبيدة، ولو تركها أبوها يمكن قعدت تشجع وكملت نوم. وقال لها أبو عبيدة وفاءت يعني مبسوطة. يعني شوفوا الأطفال بلش يتغير نمط تفكيرهم، مش عم بيقوموا على صوت توم وجيري أو أفلام الكرتون أو أغنية معينة، لا، في أطفال فعلا أهلهم عم بزرعوا فيهم القضية والتضامن الحقيقي فعلا مع أهلنا بغزة، وبتكون الصورة عم يعني تكون واضحة لإلهم مين هن الأبطال ومين هن الأطفال الأبطال المزيفين اللي خلص بطلوا أبطال. هلأ اللي كانوا أطفالنا يشوفوهم زمان أبطال، لكن عم بيشوفوا أبطال حقيقية موجودة هلأ على الواقع، عم بيجيب لنا إياها، عم بيجيب لنا إياها شاشات التلفزة. مشاهدينا الكرام، بهذا الفيديو اللطيف أكيد ننهي معكم مشوار بيتكم عامر، وإن شاء الله يا ربي بيوتكم عامر أو بيوت أهل غزة تعمر من جديد بأهلها وبسواعدها إن شاء الله، وبإذن الله بإذن الله نصر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.